مرحبا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من تريتون كويت يوتيوب. إن شاء الله راح أتكلم بشكل مختصر ومفيد عن طريقة عمل فحص الـ ICP أو الـ Endoc من تريتون لاب. طبعا كل اللي تحتاجه أول شيء أنك تكون عندك ظرف من أظرف الـ ICP أو الـ Endoc من تريتون لاب. راح نمشي معاكم خطوة بخطوة عشان تفهمون الطريقة شو نعمل الفحص بشكل سهل وبسيط. كل اللي تحتاجه علبة، تبطل العلبة، راح تلقى داخل العلبة طبعا باركود والأمبولتين. طبعا تدخل ويب سايت ترايتون لاب نفس ما احنا شايفين، مجرد تروح عند صفحة اللوجن. بعد ما تروح عند صفحة اللوجن اذا انت اوريدي ما عندك حساب تسوي لك اكاونت جديد. طبعا كل اللي يحتاج منك مجرد معلومات اللي هي يوزر نيم، ايميل، باسورد. طبعا بعد ما تدش على حسابك، انا اوريدي اساسا مسوي حساب. خلونا نسوي لوجن مع بعض ونشوف الحين. طبعا بعد ما تسوي لوجن يوديك على صفحة اللي هي ادمنستريشن. انا اوريدي عندي اكاونت نفس ما احنا شايفين، اني عندي حوضين. كل مطلوب منك تروح عند جوين. طبعا بعد ما تسوي لك اكاونت، اذا انت مستخدم جديد تروح عند يور بروفايل، تحط عنوانك وبياناتك المعتادة هني في الكويت. بعدها تروح ترد عليه اللي هو الاكواريوم ادمنستريشن نفس ما احنا شايفين هني. بعد ما تروح عند الاكواريوم ادمنستريشن، مثلا تروح عند احد الحواض اللي عندك تختارها، تضغط على علامة الأمبولة هني، فحوصات هني، إعدادات الحوض. في حال أنت عندك حوض تسوي له سيت اب، تحط بيانات الحوض بالتفصيل، سواء كان شنو الميثود اللي تستخدمه، شنو حجمه باللتر، وشنو الفلترة اللي عندك داخل. قبل كل هذا طبعا تدخل هني، مجرد أنك تضيف الباركود الجديد اللي معانا، الرقم ترفع باكاونتك تشبكه معه عشان البيانات لما توصل تصعد البيانات عليه. كذي طبعا العينه نفس ما احنا شايفين فوق هني، ان الباركود شبك على الحوض اي سي بي. اذا تبي تضيف اسم العينه فحص اللي هو الاندوك، تقدر تضيف اندوك، وبالشكل هذا تكون انت خلصت وشبكت عينتك. كل اللي عليك تحط العينة بالصندوق